بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. اليوم راح نستخرجكم زيت القرفص. زيت القرفص طبعا نافع جدا لانتفاخ الغازات العميقه، خصوصا اللي تحصل اسفل الامعاء. وايضا زيت القرفص يعتبر مخصب مقوي مغذي، خصوصا للرجال، الضعف الجنسي عند الرجال، نافع جدا لفقر الدم. وايضا ننطيه كاستعمال خارجي لتساقط الشعر ولحالات بدايه الصلع الغير الوراثي، طبعا كتدليك للفروه وجلده الراس، لاحتوائه على نسبه عاليه من الحديد ونسبه عاليه ايضا من المواد المطهره والمعقمه للجلد. وايضا يستخدم كمطري ومغذي للبشره، طبعا استعماله داخليا وخارجيا ينفع للبشره. وايضا يستخدم لالام وتشنجات العضلات والمفاصل، ومفيد جدا لالتهابات الكليتين والمجاري البوليه، كون انه هو مدرر جدا عالي. وايضا يعمل على تفتيت الحصى اللي تتكون بالمثانه، الحصى الصغيره طبعا مو الحصى الكبيره، بالمثانه، لانه يحتوي على ماده مدرره جدا عاليه. وبنفس الوقت ايضا يستخدم لقرحه المعده وقرحه الاثنى عشري، وايضا ينطي قوه وطاقه خصوصا للي عندهم ضعف بالشهيه، كمشهي عام جدا عالي، ينفع طبعا الصغار والكبار. عملية استخراج الزيوت احنا شرحناها قبل لكم.